سيد زميل محمد أبو حلقة، الآن أنت صحفي تحدثنا من سوريا، من أين تحدثنا بالضبط الآن؟ أنا الآن بالقرب من منطقة جنديرس، المنطقة التي دمرها الزلزال في سوريا. نعم، كيف ممكن توصفنا الآن أجواء ما بعد مرور حوالي 9 أيام على هذا الزلزال المدمر؟ والله للأسف الشديد، يعني ما بعرف كيف فينا أعبر عن هذا الوضع، لكن المدينة هي نفسها حزينة، المدينة نفسها كئيبة. فللأسف ما زالت فرق الدفاع المدني الخوذ البيضاء مستمرة في انتشال الضحايا العارقين تحت الأنفاق. نعم، إلى أي حد يعني ضرب هذا الزلزال كل هذه الأرواح اللي لحد الآن يعني سقطت ما يربو أو ما يزيد عن 38 ألف بين سوريا وتركيا؟ في نظرك لماذا هذا العدد ارتفع بهذا الشكل؟ حقيقة وبشكل طبيعي هذه المناطق اللي ضرب الزلزال هي مناطق مكتظة بالسكان، وساعة الزلزال كانت وقت جدا يعني مثل ما بيقولوا باكر، فأغلب الأشخاص كان يا رجعان من عمله أو نايم جديد، يا أمها يعني ضمن ساعات النوم، أو خلينا نحكي ساعات النوم الأولى للأشخاص. نعم، ما هي يعني هذه المشاهد المؤلمة التي رأيت أبو حلقة وأنت تغطي كل هذه الأحداث وهذه الآثار ما بعد الزلزال؟ حقيقة المشاهد أو الشيء اللي عدى علينا أو الشيء اللي وثقناه خلال 9 أيام الماضية، أنا كنت متواجد في الداخل السوري من قبل، وأيام قصف المناطق المحررة هون من قبل الطائرات ومن قبل القذائف، من قبل الطائرات ومن قبل المدافع، صراحة ما عدى علي هذا الدمار، وما عدى علي عدد الضحايا، الكم الكبير هذا من عدد الضحايا في طول فترة الحرب في سوريا. يعني في هيك دفعة واحدة يطلع هالعدد هذا، أو في دفعة واحدة تلاقي عدة مجازر متوزعة في عدة مناطق في سوريا، سواء في سوريا أو سواء في الداخل التركي. أجيبك على هذا. بالنسبة للتغطية الإعلامية، والله أنا كتير لقطات وكتير أشياء ما غطيتها، قلبي نفسه ما طاوع أن يغطيها. كاميرتي فيك أقول لك عدستي أنه ما اشتغلت حتى تغطيها، أو عدستي كانت عم تبكي إذا بدها تغطيها للأسف الشديد. فأنا كنت في انطاكيا، طبعا هذا الكلام كنت في الإصلاحية، في انطاكيا، في عنتاب، في كلس، في الريحانية، فهذه المناطق أغلبها تأثرت بهذا الزلزال. والله صدقا كثير من المشاهد أنا ما أحسن أوثقها. نعم، ما هي هذه المشاهد التي رأيت؟ مثلا الأموات والأنقاض والآهات والأنين، يعني أعطيني صورة عن الوضع هناك. أذكر لك مشهد من المشاهد، في أحد المشاهد في هذا، طبعا في ولاية هطاي طاكيا، استخراج عائلة كاملة من تحت الأنقاض. العائلة كلها كانت للأسف الشديد من الشهداء أو قتلى، فقط رضيعة يمكن عمرها في الأشهر، ما فيني أحدد عمرها، لكن ضمن الأشهر كانت طالعة وعم مبين عليها، لما طلعت الابتسامة أو مبين عليها هيك الوجه البشوش أو الوجه الضحوك. فهذا المشهد كتير أثر فيني، وكتير أنا يعني والله لحد الآن أنا متأثر من مشاهد كتير شفتها هني. بس هذا المشهد، أنا كون أنه رب أسرة وعندي أطفال وعندي عائلة، والله هذا المشهد كتير أثر فيني. نعم، لحد الآن وصل العدد الضحايا إلى أكثر من 38 ألف، مع أن الحصيلة المرشحة أكثر للارتفاع. يعني هل يمكن القول على أنه بعد 9 أيام انقطع الأنين؟ والله للأسف الشديد هو هاي الشيء بإيد رب العالمين أولا، ما فيه أي شخص يحتم هذا الأمر، لكن علميا وطبيعة البشر وتحمل البشر ما أظن أنه حدا يطلع بعد 9 أيام. يعني للأسف الشديد أغلب المباني، في كتير مباني يعني فرق الإنقاذ سواء فيها طاي أو سواء هون كانت عم تمشي على سيستم أنه نحن إذا سمعنا صوت أو شاهدنا أحياء تحت الأبناء المباني المدمرة ففينا نحن نطالعهم بغض النظر عن الأشخاص اللي توفوا. ففي كتير عالم توفت ولحد الآن هي تحت أمر. أنا بس بدي أذكر شغلة في شوارع أنطاكيا، للأسف الشديد بتمشي بشوارع أنطاكيا أو شوارع المناطق اللي دمرت بتشم رائحة الموت، رائحة الدمار، رائحة الأنقاض نفسها، رائحة الجثث.
للأسف الشديد هذا الشيء موجود في المناطق اللي ضربها الزلزال. طبعا الأمر يتعلق أيضا بالمساعدات، إلى أي حد أنه تم تأمين هذه المساعدات خصوصا بالنسبة للناجين، وأيضا فيما يخص الآليات البحث عن الأموات؟ بالنسبة للمساعدات في الداخل السوري تتكلم صح أستاذ منير؟ نعم، أنا أتحدث عن الداخل وأيضا عن شمال سوريا. بالنسبة للجنوب التركي يعني بحب أقول لك إنه اكتفى بالمساعدات أو المناطق المتضررة نفسها اكتفت في المساعدات. أغلب الجمعيات وأغلب المنظمات وأغلب حتى الدولة نفسها مثل ما بيقولوا استنفرت كل قواها حتى تقدم الدعم وتقدم المساعدات للعوائل المتضررة في هاي المناطق. أنطاكيا وهالمناطق هي اكتفت فيني أقول لك، لكن يلزمهم بعض أمور التدفئة مثل خلينا نقول ألبسة، بطانيات، هالأمور هي الأساسية للتدفئة كون الجو جدا بارد في هذه المناطق. خليني أنقل لك شوي للداخل السوري. الداخل السوري للأسف وللأسف الشديد يعيش حالة من تحس انه هذه المنطقه في الشمال السوري المحرر اللي هي منطقه ادلب حتى جرابلس هي مش موجوده على الخريطه او ما في لها وجود في الكره الارضيه للاسف الشديد. فللاسف المساعدات الدوليه، انا اتكلم وليس المساعدات الجمعيات الخاصه او الجمعيات الشخصيه او بعض الدعم الخاص، المساعدات الدوليه لم تصل الى حد الان الى مناطق ادلب او مناطق اللي ضربها الزلزال، سواء جنديرة سواء ريف إدلب أو ريف حلب الغربي. فالمناطق هون لولا رب العالمين ومن ثم فزعت مثل ما بقولوا نحن نقول في اللغة العامية، فزعت أهلنا في المناطق الشرقية لسوريا مثل أهل الدير الزور، أهل الرقة، منبج، هالمناطق هاي سواء كيان من منظمات المجتمع المدني أو دعم شخصي، وكمان كذلك الأمر الجمعيات التركية اللي هي برا تركيا اللي هي كمان عم تشتغل على الأمر، الجهود الشخصية المباركة اللي تحسب للأشخاص، غير هيك ما دخل شيء يعني على سوريا. هذول الأشخاص هن فقط اللي عم يساهموا عم يوصلوا مثل ما بيقولوا الأمور الأساسية للمتضررين. يعني كسؤال أخير، هل تم خذلانكم من قبل الأمم المتحدة فيما يخص هذه المساعدات؟ قبل شوي انا شفت شغله او شفت شباب عاملين شيء يعني هيك، هو لفت نظري، فحاطين صندوق صغير هو زجاج الصندوق، كاتبين عليه عباره حمله تبرع لصالح الامم، حمله تبرع للمتضررين في الامم المتحده. راح اكتفي بس بهذا الشيء. الامم المتحده اثبتت انه هي في هي يعني هي نحن لازم نتبرع لها او نحن لازم ندعمها، لانه فعليا ما ذكرت الشمال السوري ولا دعمت الشمال السوري ولا قربت ناحية الشمال السوري.